نقلنا على حضراتكم إذن مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دينديز. أبرز ما ذكر في هذا المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع الاتفاقية الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان. هذه الاتفاقية جرى التباحث بشأنها ما بين مصر واليونان على مدار السنوات القادمة. وكما ذكر السيد سامح شكري وزير الخارجية، وقعت إذن هذه الاتفاقية بعد أن استوفت كافة البنود المتوافقة مع القوانين الدولية وأيضا قوانين أعالي البحار. أثنى السيد وزير الخارجية على العلاقات الممتدة ما بين مصر واليونان في كافة المجالات والتنسيق المشترك على صعيد القضايا الإقليمية. معي هاتفيا السيد جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي. سيد جمال، تحياتي لك أولا. إذن وقعت أخيرا هذه الاتفاقية بين مصر واليونان، كيف يمكن أن تلقي بظلالها على العلاقات أولا الثنائية بين مصر واليونان؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. هذا يوم تاريخي بكل المقاييس، يمكن حتى وزير الخارجية اليوناني عبر في كلمته انه بالفعل يوم تاريخي، خاصة ان هذه الاتفاقية تأتي بعد يعني تفاهمات كبيرة جدا بين مصر واليونان، وأيضا نتاج العلاقات الجيدة التي تمتد لسنوات وعقود بل لآلاف السنوات. وبالتالي هنا نتاج هذا التعاون ونتاج هذا التفاهم السياسي والاقتصادي والعسكري بين مصر واليونان، نجده اليوم في اتفاق خاص بترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين. نتحدث أيضا أن هذا الاتفاق يأتي بعد ربما شهر من توقيع اليونان اتفاق مماثل مع الجانب الإيطالي. وأيضا دعينا نذكر المشاهدين أن هناك أيضا اتفاق مماثل بين مصر وقبرص. وبالتالي هنا نتحدث عن منظومة كاملة للوضع لترسيم الحدود في البحر المتوسط، خرجت منها تركيا التي لا تريد التعاون مع أطراف المتوسط، تريد فقط أن تسلب وتسرق مخدرات شعوب البحر المتوسط. ولكن نحن نتحدث الآن عن نوايا صادقة وتحركات جادة لكافة دول المتوسط لترسيخ السلم والاستقرار في هذا المحيط الإقليمي والاستفادة القصوى من الثروات في البحر المتوسط بما يخدم التنمية وأيضا يحفظ السلام للشعوب. هذا الاتفاق في الحقيقة هو قيمة مضافة كبيرة جدا للتجربة المصرية، يحسب للقيادة السياسية المصرية إنجازها لهذا الاتفاق، يحسب للخارجية المصرية القدرات التفاوضية الكبيرة التي استطاعت بالخروج بهذا الاتفاق إلى النور بعد فترة كبيرة من التفاوض حتى يصل بمردود إيجابي على الطرفين. نحن نتحدث بالفعل نحن بصدد يوم تاريخي يمكن مصر اليوم من الاستفادة من مقدراتها البحرية ومن ثرواتها البحرية بشكل يليق بطموحات وأمال الشعب المصري العظيم. نعم، على الصعيد الإقليمي وطبعا حاولت دولة زي تركيا أن تمنع أي اتفاقيات اقتصادية تتعلق بترسيم الحدود، وربما يعني بعد أن وقعت اليونان منذ شهرين تقريبا الاتفاقية الأولى مع إيطاليا، وبعد أن كانت مصر قد وقعت اتفاقيتها مع قبرص والآن وقعتها مع اليونان، ما الذي يمثله هذا التوقيع وهذه الاتفاقيات على صعيد استقرار البحر المتوسط؟ هذه الاتفاقيات توضح أن دول المتوسط زي مصر، فرنسا، إيطاليا تتحدث كونها دول لديها كيانات لوزارات الخارجية تستطيع أن تتفاهم وتحدث اتفاقيات، بينما تركيا تتعامل بمنطق العصابة، تتعامل بمنطق البلطجي الإقليمي، تحاول القفز على ثروات الشعوب، لا تريد أن تتفاهم مع أي أطراف إقليمية، فقط تحاول
سلب يعني ما يمكن سلبه من غاز او بترول في المنطقه، وبالتالي لا مجال للمقارنه بين ما تحدثه مصر او فرنسا حتى او ايطاليا او اليونان طبعا وقبرص من تفاهمات اقليميه ودوليه، يمكن حتى ترجمه هذا الامر فيما يمكن ان ننظر له من حيث نتاج لفكره منتدى الغاز والذي اصبح مقره القاهره. وبالمناسبه هناك الان تفاهمات طوال الوقت لاخراج هذا المنتدى كمنظمه اقليميه تستطيع ان تحدث نوع من انواع الطفره في مجال الاستفاده من ثروات البحر المتوسط، وبالتالي هناك طرف شاذ عن المعادله المتوسطيه وهو الطرف التركي حاول المرور الى ليبيا، ويمكن حتى النهارده في الاستماع لحديث وزير الخارجيه اليوناني الرجل تحدث ان ما قام به الجانب التركي مع ليبيا امر غير منطقي، و يعني دول المتوسط لا تنظر له بعين الاعتبار لانه كانه لم يكن. وبالتالي بالفعل يعني يمكن مصر فرنسا ايطاليا قبرص جميع دول المتوسط تنظر الى الغراء الذي فعله اردوغان مع السراج على انه امر غير منطقي وغير يعني شرعي ولا يمكن وضعه في حسابات دول المتوسط. وبالتالي نحن نتحدث عن دول تتحالف وتضع منظومة شرعية ورسمية تحت مظلة الأمم المتحدة وتحت المنظمات الإقليمية الخاصة في هذا الإقليم، وبنتكلم على طرف آخر هو طرف نشاز يحاول الخروج عن السياق لأن هو يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يتفاهم مع أطراف لديها ثقل دولي وثقل إقليمي تحافظ على ثروات شعوبها. منطق العصابات خارج حسابات مصر واليونان وقبرص بالتحديد، هذه الترويكا اللي في الحقيقة أنا يعني بشوفها أنها استطاعت أن تضبط العمل في المتوسط وتعيد لشعوب المتوسط حقها وثرواتها. هذه الترويكا مصر اليونان وقبرص والتي كللت أيضا بتوقيع الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود البحرية، هل لها أن تكون نموذجا نبراسا لتحالفات واتفاقيات من أجل التنمية وتحقيق السلام في منطقة البحر المتوسط؟ بالطبع يمكن ده نموذج مثالي لشعوب المحبة للسلام والداعية للاستقرار وأيضا الساعية ل يعني التنمية والاستفادة من ثروات المناطق المشتركه والمناطق الاقتصاديه والى ذلك. وبالتالي بالفعل نموذج يجب ان يحتذي به كافه دول العالم وليس فقط دول الاقليم. يمكن مصر في سياستها الخارجيه ما بعد 30 يونيو اتبعت نهجا جديدا ايضا في فكره خلق تحالفات اقليميه تساعدها على هذا الامر، يعني وجدنا التحالف مصر اليونان قبرص، وجدنا الرباعي العربي، وجدنا مصر الاردن العراق. اذا هناك ايضا نموذج للسياسه الخارجيه المصريه كان مردوده ايجابيا على الاقتصاد المصري وعلى الاستثمارات القادمه من الخارج. بالفعل هو نموذج مثالي ونموذج اكثر من رائع يحسب للتجربه المصريه وايضا يحسب للجانب اليوناني والقبرصي الذي تفهم هذا التحالف واستطاع ان يطور منه واستطاع ان يندمج مع احلام الدوله المصريه. واصبحنا الان نتحدث عن تفاهم ليس فقط اقتصادي فقط، ولكن راينا يعني تدريبات عسكريه وتفاهم امني وتفاهم سياسي وتفاهم اقتصادي. وبالتالي انا بعتقد ان ترويكا مصر اليونان قبرص في المتوسط هي نموذج مثالي لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقه. طيب على الجانب الاخر وايضا مصر تتمتع بعلاقات وطيده جدا ووثيقه جدا مع كافة دول شمال المتوسط بعلاقاتها الثنائية مع فرنسا مع أسبانيا، والآن بعد هذا النجاح الساحق للدبلوماسية المصرية في علاقاتها مع كل من قبرص واليونان أعضاء الاتحاد الأوروبي، كيف يمكن أن يلقي هذا بظلاله على علاقات مصر الدبلوماسية مع كافة دول الاتحاد الأوروبي؟ يمكن على صعيد بس المتوسط الاول، يمكن ايطاليا كانت في اخر اجتماعات المنتدى الغاز كانت موجوده بصفه مراقب، اعتقد ان الان هذا سوف يحفزها للدخول والاندماج اكثر كعضو شريك في منتدى الغاز الذي اتوقع ان يتحول الى منظمه اقليميه في القريب. بالطبع اكيد ده بينعكس بشكل كبير جدا على التعاون المصري الاوروبي بشكل عام والتعاون المصري المتوسطي مع دول المتوسط بشكل خاص،
واعتقد ان العلاقات المصريه الفرنسيه اصبحت اكثر قوه، هناك اندماج مصري فرنسي وتفاهم مصري فرنسي في الكثير من القضايا الاقليميه، خاصه على الصعيد القضيه مثلا الليبيه، على صعيد ايضا القضيه التركيه وما تفعله تركيا من عبث بمقدرات شعوب المتوسط، اصبح هناك تفاهم كبير جدا بين مصر وفرنسا، ايضا التفاهم بين مصر واسبانيا عالي المستوى، وهناك تنسيق امني و يعني اقتصادي وسياسي كبير جدا. اعتقد ان ده سوف طبعا ينعكس بشكل كبير جدا على يعني افاق التعاون في المستقبل القريب، سواء على صعيد منتدى الغاز او على صعيد العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة مع الدول المتشاطئة على البحر المتوسط في الفترة المقبلة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي، وأتحول إلى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي لك. أولا، الدلالات السياسية لتوقيع مصر لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان. يأتي توقيع على هذه الاتفاقية الهامة في إطار القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية بتحفظ حقوق البلدين في المنطقتين الاقتصادية الخالصة، وتمكنهم من استغلال المشروع للثروات في المنطقتين. من ناحية أخرى، بتقطع الطريق على أي محاولات من طرف ثالث للجور على حقوق الدولتين في ثروات البحر، منطقة شرق البحر المتوسط. وأنا أشير هنا إلى تركيا تحديدا وسعيها المحموم إلى الدخول في مواجهه مع دول شرق المتوسط في هذا الشأن. من ناحيه اخرى، التوقيع على الاتفاقيه ياتي في اطار التزام الدولتين بمبادره الشرق المتوسط التي طرحتها مصر في النصف الثاني من عام 2014، وكانت نقطة الانطلاق لطرح هذه المبادرة هو أن الثروات الغازية والنفطية في قاع البحر المتوسط تكون جسرا للتواصل وللرخاء المشترك بين الشعوب والدول المشاطئة لشرق المتوسط، وليست مدعاة للصراع بين الدول. هذه الاتفاقية من ناحية أخرى بتأتي ردا على الاتفاقية التي سبق التوقيع عليها في نوفمبر الماضي بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وتركيا حول تعيين السيادة البحرية لحكومة الوفاق الوطني على مناطق في البحر المتوسط. وبالتالي الاتفاقية اليوم بين مصر واليونان بتقطع الطريق تماما على اي اعتداء من جانب تركيا على السياده البحريه لكل من اليونان ومصر على المنطقتين الاقتصاديه الخالصه للبلدين. نعم. ايضا يعني لا يخفى سيادة السفير على احد انه كان هناك جولات مكوكيه وتباحث استمر لسنوات ما بين مصر وما بين اليونان قبل التوقيع هذا اليوم او اليوم على هذه الاتفاقيه. عكس وزير الخارجيه السيد سامح شكري هذا الامر في انه تحدث خلال المؤتمر الصحفي ان مصر وقعت بعد استيفاء كافة البنود وفقا للقوانين الدولية وقوانين أعالي البحار. إلى أي مدى يعني يعطي هذا زخما وقوة لاتفاقية توقعها مصر مع دولة اليونان؟ حضرتك كما قلت في بداية الإجابة على سؤال حضرتك، هذه الاتفاقية تتفق تماما مع القانون الدولي من جانب، ومن جانب آخر مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبالتالي في مثل هذه الأمور تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بيأخذ وقتا طويلا،
حتى يتم التأكد بعد التأكد تماما من قانونية تعيين حدود هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة. من ناحية أخرى سيتم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة لنستكمل بهذا الشكل القانوني الملزم لكافة الدول لهذه الاتفاقية بين مصر واليونان. من المعروف أن الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية المصرية دائما تلتزم بقواعد القانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة وميثاق دولة وميثاق جامعة الدول العربية. أي بمعنى آخر هذه الاتفاقية تكتسب مشروعية قانونية تامة على ضوء القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نعم. طيب العلاقات المصرية اليونانية طبعا ممتدة وكللت بالترويكا اللي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات ما بين مصر واليونان وقبرص، وحققت العديد من النجاحات على الصعيد السياسي وأيضا الصعيد الاقتصادي. اليوم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يتحدث أن هذه الاتفاقية ستنقل العلاقات ما بين مصر واليونان إلى مرحلة أخرى من الرخاء ومن التعاون. ما الذي ينظر إليه من خلال العلاقات أو الصفحة الجديدة في العلاقات الاقتصادية وأيضا السياسية بين مصر واليونان خلال المرحلة القادمة؟ العلاقات الخنائية بين مصر واليونان علاقات قوية لا تأتي فقط في إطار تاريخي يربط بين الشعبين المصري واليوناني والدولتين المصرية واليونانية، وإنما أيضا في إطار كما أشرت حضرتك إلى حرص الرئيس السيسي منذ أن تولى مهام الرئاسة في يونيو عام 2014 للتركيز وللتأكيد على التعاون بين الدول من أجل الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي المشترك. وأعتقد أن هذه الاتفاقية هي انطلاقة جديدة في إطار القانون الدولي وفي إطار الانتماء المتوسطي للدولتين مصر واليونان للعلاقات المصرية اليونانية. وكما أشرت حضرتك المبادرة مبادرة الشرق المتوسط التي بدأت بمصر واليونان وقبرص اتعقدت عدة قمم، أعتقد حضرتك صححيني إذا كنت هقول رقم غير دقيق، أعتقد منذ أكتوبر 2014 وحتى اليوم ما لا يقل عن خمس اجتماعات قمة عقدت بين مصر واليونان وقبرص بالتناوب بين عواصم الدول الثلاثة أثينا نيقوسية القاهرة. ونضف إلى هذا حضرتك إلى إنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط في العام الماضي، وهو منتدى طموح وأعتقد له مستقبل واعد في استغلال الثروات الغازية والنفطية في قاع البحر المتوسط. سيد سفير، وهنا نقف قليلا يعني أمام منتدى غاز شرق المتوسط اللي مقره مصر واللي أصبح منبرا للتنمية لدول المتوسط. ما الذي ينتظر هذا المشروع الطموح على صعيد التعاون المتوسطي خلال المرحلة القادمة؟ حضرتك أنا يعني تقديري أن هذا إنشاء هذا المنتدى بالإضافة إلى مبادرة شرق المتوسط هما بيمثلان إطارا سياسيا وقانونيا لاستغلال الثروات وللتعاون بين الدول الأعضاء فيهما من أجل توظيف هذه الثروات لصالح شعوبهما بعيدا عن دعاوى الصراع والاقتتال للسيطرة على هذه الثروات. من ناحية أخرى أنا أعتقد أنه هذا المنتدى وهذه المبادرة بيمثلان الطريق إلى المستقبل. المستقبل بين الدول هو التعاون،
التعاون من أجل المصلحة المشتركة وليس الدخول في صراعات. وأعتقد أن هذا بيتفق مع سياسة الاتحاد الأوروبي سواء في العلاقات الأوروبية المتوسطة أو في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي مع دول المتوسط ودول الشرق الأوسط. نعم. طبعا حضرتك احنا في قضايا أخرى عالقة، هناك طبعا سوريا، هناك قطاع غزة، وأعتقد أنه عندما تستقر الأوضاع في فلسطين وتستقر الأوضاع إن شاء الله في سوريا، الإطارين المنتدى غاز الشرق المتوسط من جانب والمبادرة المصرية المعنونة مبادرة الشرق المتوسط هم حيمثلان إطارا تنضم إليهم كل من سوريا إن شاء الله وقطاع غزة، لأنه نعم. كما تعلمين حضرتك أنه لقطاع غزة نصيب، لقطاع غزة منطقة المياه الإقليمية والمنطقة، يبقى تعيين المنطقة الاقتصادية الخلطة لقطاع غزة أو لدولة فلسطين، وكذلك حضرتك لبنان هناك حضرتك صراع أو هناك خلافات بين لبنان وإسرائيل حول حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، نعم، المناطق البحرية الخاصة بهم، نعم. لأنه في تداخل حضرتك في النقطة، يعني الخلاف الرئيسي على نقطة تعرف باسم النقطة التاسعة، والولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمين حضرتك بتحاول أو حاولت تقريب وجهات النظر اللبنانية والإسرائيلية في هذا الخصوص. نعم. مجمل القول ان مصر كانت سباقة منذ عام 2014 في استشعار انه منطقة الشرق المتوسط بالثروات الضخمة، الثروات الغازية والنفطية الضخمة، ان هذه المنطقة يا اما تسير على طريق الامن والسلام والاستغلال المشترك للثروات الموجودة في قاع المتوسط، أم تدخل في صراعات لا طائل منها ولا نهاية لها، وهي اختارت طريق الأمن والاستقرار والتنمية بموجب التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي وباتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأتحول إلى سيادة اللواء أركان حرب نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية وهو أيضا رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء تحياتي لك، أولا نتحدث على البعد الاستراتيجي لتوقيع مصر اليوم لاتفاقية تعيين الحدود الاقتصادية مع اليونان بعد أن سبق وكانت وقعت اتفاقية مماثلة مع قبرص. طبعا تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. أهلا بك. النهارده بتوقعنا هذه الاتفاقيه، المجال الحيوي المصري امتد ليغطي هذه المنطقه الاقتصاديه الخالصه اللي كل الثروات اللي موجوده فيها ملك لمصر، لا يمكن لاي احد ان ينازعنا الحق فيها، واي دوله غير معنيه او اي حكومه غير معنيه وقعت اي اتفاقيات هي والعدم سواء. نحن الان هناك اتفاق موجود مع الدولة ذات الشأن اللي هي اليونان على ترسيم حدودنا البحرية، ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي هي في البحر، كل الثروات اللي فيها خلاص، وبالتسليم صورة من هذا الاتفاق للأمم المتحدة، كده اعتراف دولي للجميع. بنقول احنا ان القوات المسلحة كانت سباقة من زمن، من بعد 2014 احنا كنا بنجري تدريبات مشتركة باستمرار مع اليونان، سواء كان في المياه الإقليمية أو عندنا في مصر في مياهنا الإقليمية، أيضا كنا بنغطي المسرح البحري اللي بيننا وبين اليونان اللي هو بيشمل منطقتين الاقتصاديتين اللي بيننا وبينهم. فالنهاردة بنقول الحمد لله رب العالمين، نحن أصحاب حق في هذه المنطقة، لا ينازعنا فيها أحد، أي حد يحاول أنه هو يتواجد فيها أو يجري أي نشاط يعتبر اعتداء على السيادة المصرية، وسوف يواجه بكل حذر طبقا للقانون الدولي اللي بيتيح لنا حماية مجالنا الحيوي بكل ما نستطيع من طرق ومن أساليب أخرى.
طيب اتفاق دولي يتوافق مع كافة البنود الدولية وقوانين أعالي البحار، ما الذي يمكن أن يضيفه للعلاقات المتوسطية وكيف يحقق أمن المتوسط؟ هو أمن المتوسط طبيعي هنا احنا بنقول أهم حاجة إن احنا عملنا اتفاقيات مع الدول ذات الشأن اللي بيننا وبينها في حدود، مش زي ما تركيا عملت وعملت اوفر كلاب كده فوق اليونان وفوق الجزر بتوع اليونان، وعملت اتفاق مع تركيا وهذا الاتفاق مع ليبيا وهذا اتفاق باطل تماما. احنا النهارده الاتفاق اللي عملناه ده اتفاق قانوني بيقره المجتمع الدولي من خلال قانون البحار اللي صدر سنه 1982 بخصوص ترسيم الحدود بين الدول وتحديد المناطق الاقتصاديه. انا النهارده في مجال التعاون بيني وبين الدول بقى اللي عايزه تنقيب على الثروات الغازيه او البتروليه في هذه المنطقه، اصبح لدي الحق تماما ان اجري وان اعقد اي اتفاقيات مع الشركات اللي هي ذات الشان اللي بتقوم بالتنقيب واستغلال هذه الثروات، لاني اصبحت صاحب حق امام المجتمع الدولي ولي الحق تماما ان ابرم اي اتفاقيات مع هذه الشركات لكي تقوم بالتنقيب واستغلال هذه الثروات اللي موجوده في المنطقه الاقتصاديه طبقا للقانون الدولي وطبقا للقوانين المصريه اللي بتحترم القانون الدولي واللي بتقول بتفرض لينا حق معلوم تماما في ثرواتنا وكيفيه استغلالها وكيفيه التعاون مع الشركاء الاجانب. يتحدث نيكوس دينديز وزير الخارجيه اليوناني عن افاق ارحب واوسع في العلاقات المصرية اليونانية خلال المرحلة القادمة، قد تفوق العلاقات التي كانت يعني جيدة جدا بالفعل بين مصر واليونان. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن موضوع الغاز والتعاون الوثيق في استكشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط. ما الذي يضيف توقيع الاتفاقية إلى منتدى غاز المتوسط، وأيضا الحديث عن إمكانية تحويله إلى منظمة دولية وليست فقط منتدى للتعاون؟ بلا شك أن كل ما بيزيد عدد الأعضاء كل ما القيمة بتاعت هذا التجمع بتزيد، وممكن يبقى التعاون هيشمل دول أخرى. يعني النهاردة احنا في عندنا ثلاث دول، في دول أخرى إن شاء الله ممكن تدخل معانا، ممكن سوريا، ممكن لبنان، ممكن قطاع غزة، إن شاء الله فلسطين يدخل معانا. كل هذه الدول إحنا النهاردة بنمتلك بنية تحتية، كل هذه المجموعة بتتعاون معانا وعارفة قيمتها اللي هو عملية إزالة الغاز. فالمصنعين بتوع إزالة الغاز اللي موجودين عندنا في مصر دول بيقدموا خدمات طبعا بالأجر لهذه الدول اللي هتنضم إلى هذه المجموعة اللي هي بتاعت الشرق المتوسط، وكل ده بيغري او بيشجع دول اخرى ان هي تنضم لينا، وخاصه اذا كان هذا التجمع سوف يساعد في حل مشكله الغاز في اوروبا تحديدا. يعني انا لما اعمل من هذه المنطقه اصدر الغاز لاوروبا مباشره، انا وفرت عليهم اللي بيستوردوه سواء كان من شرق اسيا او من غرب اسيا من دول قريبه منهم. فاذا هذا التعاون الوثيق اللي هيتم بناء على هذه الاتفاقيه له منفعه خارج حدود مصر نفسها، زي ما مصر هتستفيد هنفيد دول اخرى في اوروبا. هذه الاستفاده وهذه المصالح هتاثر على السياسه العامه، السياسه بترتبط دائما بالمصالح، وبالتالي هيبقى في مجال ارحب للتعاون وعلاقات اكثر توثيق واكثر قوه. هو ده تبادل المصالح، مش تبادل الاعتداء على الحقوق زي ما دول اخرى بتعمل، ونظام القرصنه وضرب القانون الدولي بعرض الحائط. هذا الكلام كان خطا، احنا النهارده بنرسخ استخدام حقنا تماما طبقا للقانون الدولي زي ما لينا حقوق. وده زي ما بنقول احنا النهارده هيبقى في مصالح مرتبطه بكل الدول الاخرى، المصالح تتصالح، هيبقى في علاقات سياسيه اكثر، تعاون في مجالات اقتصاديه، في مجالات عسكريه، في مجالات كثيره نتيجه هذا الاتفاق.
أشكرك شكرا جزيلا اللواء أركان حرب نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. أتحول إلى الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ بهاء، وقعت أخيرا الاتفاقية ما بين مصر واليونان والمتعلقة بتعيين الحدود الاقتصادية بين البلدين، القيمة المضافة لبنود هذه الاتفاقية في العلاقات الاقتصادية وأيضا السياسية بين البلدين. هو مبدئيا الأمر مهم جدا في سياق الانتهاكات التركية في البحر المتوسط، وكذلك عملية التوتر حول حقوق كل دولة في مسألة التنقيب عن الغاز، وبالتالي الخطوة مهمة جدا في إطار حفاظ على حقوق مصر في البحر المتوسط، وكذلك حفظ علاقاتها أن تكون سوية وفق مصالح كل دولة وعدم تعارض حقوق الآخرين مع بعض، وبالتالي كان مهم جدا أن تتم هذه الخطوة حاليا. ده من جانب. من جانب آخر، مسألة العلاقات مع اليونان أو وكل الجيران في البحر المتوسط، طبيعي جدا أن عدم وجود نزاع بينهم يمهد أن يكون التفاهمات في عدة ملفات سواء اقتصادية أو سياسية أو غيره أو حتى عسكرية، وبالتالي في البداية عدم وجود هذا النزاع أو عدم وجود أي صراع على شيء، ده بيمهد أن يكون التفاهمات واضحة وصريحة وما فيهاش أي لبس وما فيهاش أي تضارب ولا يوجد بها اي نوع من الاختلافات على مساله ان هناك اوراق مقايضه بين الطرفين. طيب الى اي مدى يفند او تفند هذه الاتفاقيات سواء الموقعه اليوم او الاتفاقيه السابقه ما بين مصر وقبرص او اتفاقيه اليونان مع ايطاليا، الى اي مدى تفند هذه الاتفاقيات ما تدعيه تركيا أو ما تحاول أن تحققه تركيا في البحر المتوسط والوصول إلى ليبيا من جانب، والجانب الآخر هو محاولة التنقيب غير الشرعي قبالة السواحل اليونانية وأيضا القبرصية؟ أول شيء يمهد لي اتفاق أن كل جيران البحر المتوسط لديها رؤية واحدة في مسألة تقسيم الحدود التي لديها أزمة مع بعضها. فعندما نجد هناك اتفاق بين اليونان ومصر، اليونان وايطاليا، ايطاليا ومصر وهكذا، يتبقى فقط الجار الاكثر يعني خطوره وعداوه للجميع هو تركيا، وبالتالي كشف المشهد ده امام المجتمع الدولي ان هناك دوله ترفض ان يكون لديها تقسيم حدود بحريه مع الدول جيرانها والتي تتقاسم مع شواطئ البحر المتوسط، امر واضح لمن يريد السلام وامر واضح لمن يريد ان يكون هناك تعاون او حافظ حقوق الاخرين. ده من جانب. من جانب اخر، نحن نعلم جميعا ليس لدى تركيا وليبيا حقوق بحريه واضحه، او اقصد يعني حدود بحريه واضحه. في المقابل لدي حدود مع قبرص واليونان وايطاليا، فبدلا من ان تستطيع تقسيم الحدود مع هذه الدول تذهب لتخلق يعني اتفاقيه غريبه وغير منطقيه مع ليبيا، وبالتالي هي تتلاعب بالقانون الدولي، تتلاعب بالواقع الحالي من ناحيه الحدود، وتذهب لليبيا حتى يكون لديها مدخل غير شرعي تنفذ عن عبره ومن خلاله الدخول لمطامعها الاستعماريه في البنطلق، وبالتالي هذا ايضا مدخل لحث المجتمع الدولي على الوقوف في وجه تركيا خاصه في هذه المساله. هناك قانون للبحر دولي وهناك جهات مسؤولة عن هذه المسألة، وبالتالي ترك تركيا بدون رادع وأمر يعود على المجتمع الدولي فيما بعد والآن بأخطار عديدة، لأنها في الأول والآخر لن توقف عند ليبيا، هي تذهب للبحر الأسود، تذهب للانتهاكات مع قبرص، تذهب للانتهاكات مع اليونان وهكذا. فاتفاقية اليوم هي من شأنها ترسيم حدود كل طرف، يعني إرسال رسائل واضحة أن هذه الدول مع تركيا دول سلام ودول تحاول تحافظ على الحقوق الاقتصادية دون أي نزاع، تحاول أن يكون تعاون اقتصادي مبني على أسس سليمة، مبني على حقوق كل طرف، تحاول أن تشرعن عملية التنقيب وفق الحقوق وليس وفق يعني افتراضات غير منطقية أو حتى وفق كسر انتهاكات أو حتى وفق تدخل في الدول بطريقة غير شرعية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأتحول إلى الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي
العام. دكتور أيمن تحياتي لك أولا. ما الذي يعنيه قانونيا أو الشرح القانوني للاتفاقية التي وقعت اليوم بخصوص تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان؟ طيب نتحدث قليلا عن هذه الاتفاقية وعن العلاقات المصرية اليونانية التاريخية. ومنذ سنوات أو في العام 2014 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع اتفاقا ثلاثيا بين مصر واليونان وقبرص. بموجب هذه الاتفاق شهدت العلاقات الثلاثية ما بين الثلاث دول آفاقا أرحب على الصعيد السياسي وأيضا الاقتصادي. وبعد سنوات وقعت مصر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص. والآن وبعد جولات مكوكية ما بين المسؤولين المصريين واليونانيين حول الاتفاق النهائي لتعيين الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، وقع هذا الاتفاق. ومنذ قليل خرج علينا وزير خارجية البلدين مصر واليونان السيد سامح شكري والسيد نيكوس دينديز. أعود لأذكر بالخبر، ولكن أتحول إلى الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. تحياتي لك دكتور أيمن. أولا، ما هو الشرح القانوني للاتفاقية التي وقعت اليوم بين مصر واليونان والخاصة بتعيين الحدود الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك صرح معالي وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري ان الاتفاقيه التي وقعت اليوم لتعيين الحدود البحريه بين مصر واليونان الدولتين الساحليتين المتقابلتان في شرق البحر المتوسط تمت تاسيسا على قواعد القانون الدولي للبحار، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، ومصر واليونان دولتان أطراف لهذه الاتفاقية المنظمة لكيفية تعيين الحدود البحرية سواء كانت جرف قاري أو مناطق اقتصادية خالصة أو غيرها بين الدول. ما هي الترتيبات يا دكتور أيمن القانونية الخاصة بتوقيع هذه الاتفاقية؟ يعني ما الذي يحدث بعد توقيع الاتفاقية من الناحية القانونية؟ احنا عايزين نقول ما قبل توقيع كانت هناك مفاوضات سياسية ومشاورات فنية حثيثة بين اللجان المتخصصة اليوم. أما بعد التعيين الحدود، اليوم كان يوم أو عملية قانونية، بعد التعيين يتم ترسيم الحدود، أي انتقال الملاحون والراصدون والمساحون البحريون على البحر نفسه شرق البحر المتوسط، ويضعون العلامات المميزة والعلامات الحدودية الفاصلة وفق الخط والاحداثيات التي تم تعيينها اليوم بواسطه القانونيين. طيب هكذا اتفاقيه تستوجب يعني الكثير من مراحل التباحث والقياسات والمسح زي ما حضرتك تفضلت وشرحت، كيف تفند أو ما هي الرؤية القانونية من ناحية القانون الدولي لاتفاقيات أخرى توقع بين دول لا يجمعها أو لا تتشاركان في أي حدود بحرية يعني بينهما؟ نعم، المثال الصارخ وأنا أعته أي أدمغه بالمثال الشاذ الغريب هو نوفمبر 2019 العام الماضي، مذكرة التفاهم البحرية المزعومة بين الدولتين تركيا وليبيا. وكما تفضلت لا يوجد أي رابط أو ضابط أو قرابة سواء جغرافي أو بحري أو نقاط تماس ما بين
الساحل التركي والساحل الليبي. لذلك هذه المذكرة التفاهم لم تؤيد من أي دولة في العالم، ووسمها البعض المسؤولين بأنها فكر ترقي منعزل ومنفصل عن القانون الدولي للبحار. نعم، أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وأتحول إلى دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بيكي، مساء الخير. ومستشار البنك الدولي السابق دكتور عمرو، تحياتي لك أولا. لا شك أنه ترسيم دول لحدودها البحرية أو تعيين بالمصطلح الأشمل أو الأدق للحدود البحرية بين دول له أساسيات بعينها. ما تم اليوم ما بين مصر واليونان من توقيع هذه الاتفاقية، ما هي الانعكاسات الجيوسياسية على توقيع هذه الاتفاقية؟ والحقيقة بس قبل ما اتكلم على الاتفاقية، خلينا اتكلم للجيل يمكن اللي ما عاصرش او اللي ما يعرفش العلاقات التاريخية مع اليونان. احنا علاقاتنا ليست في العشرة او العشرين او الثلاثين سنة الاخيرة، لكن يمكن تمتد لأكثر من ذلك بكثير. ويمكن ملك اليونان وعدد كبير من الطبقة الحاكمة في اليونان كانوا مش بس عايشين في الإسكندرية، لكن كانوا يعني يعتبروا الإسكندرية البلد الثاني ومصر البلد الثاني. فإحنا علاقتنا تاريخية مع هذا البلد في شمال القطر وفي جنوب المتوسط اللي بيفصلنا يعني ليس حدود كبيرة، وبالتالي الحدود الكبيرة اللي ما بتوصلناش عن بعض. انا بعتبر ان الاتفاق اللي تم اليوم اولا ده نموذج للتعاون الاقليمي، يعني قلما يتكرر، وكنا نرجو ان هو يتكرر في منطقه ملتهبه. وهذا التعاون راجع الحقيقه لحكمه القياده السياسيه او لحكمه القيادتين السياسيتين في البلدين، اللي يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه توليه السلطه كانت ليه رؤيه استراتيجيه بالتعاون مع قبرص ومع اليونان وحتى مع الدول الشقيقه لمصلحه السلام في منطقه الشرق الاوسط. وبالتالي النهارده هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه تسييخ لمبادئ اقتصاديه وليست فقط اتفاقيه سياسيه او اتفاقيه حدود، لان زي ما حضرتك عارفه وشايفه في العالم هناك حروب كثيره على الموارد، والحروب اصبحت اليوم حروب اقتصاديه ولم تعد حروب عسكريه، اصبحت حروب اقتصاديه وحروب فكريه. لا داعي ل يعني صارت حروب تقليديه كما كانت في الماضي. النهارده الحروب كلها على موارد، وبالتالي الخطوه اللي اتخذتها مصر بالتعاون مع اليونان، وده يمكن دايما النهج اللي مصر متعوده عليه، هو نهج السلام ونهج التعاون الثنائي بين الدول وبالذات في مجال الموارد الطبيعيه. ويمكن كنا نتمنى ان هذا النموذج اللي مصر منتهجاه واليونان تعاونت فيه مع مصر، كنا نتمنى هذا النموذج يكون نموذج ريبليكيتد او يعني نشوفه تاني في ليبيا ونشوفه في مشكله السد مع اثيوبيا. لكن على اي حال انا بقول ان التعاون المصري اليوناني النهارده نموذج ليس فقط على مستوى منطقه الشرق الاوسط او على مستوى الميديترينيان او المتوسط، لكن على مستوى العالم، ونموذج يحتذى به في مجال توزيع الثروات. وزي ما احنا شايفين في المنطقه طبعا التحركات التركيه الاخيره وتحركات دول حتى ليست في المنطقه زي قطر على سبيل المثال، وتاكيك الصراعات الاقليميه وليست السياسيه فقط، كلها صراعات حول موانئ. وبالتالي خطوه ذكيه جدا وخطوه محترمه وخطوه رشيده وخطوه دبلوماسيه نرفع عليها القبعه في مجال التعاون الاقتصادي. كيف ينظر، طيب دكتور عمرو، كيف ينظر اليها من ناحيه الجدوى السياسيه والاقتصاديه، وان كان يعني الجدوى السياسيه يعني تلازم الجدوى الاقتصاديه في هذه المرحله وفي هذه المنطقه؟ صحيح، هو سؤال مهم، لان تكلفه الاستنزاف وتكلفه التناحر وتكلفه الاختلاف اكبر بكثير من التكلفه الاقتصاديه لاستغلال المواد. يعني انا لو النهارده عندي موارد طبيعيه وتم اقتصادها وتم الاتفاق عليها، التكلفه هتكون اقل من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه الجدوى الاقتصاديه اكبر بكثير من محاوله الاستحواذ بالقوه زي ما بيحصل مثلا النهارده في ليبيا، محاوله
استحواذ بالقوة على مصادر النفط أو زي ما بيحصل في العراق أو زي ما بيحصل في سوريا، أو أن دول محيطة بالعراق أو بسوريا تحرك جيوش وتحرك أسلحة من أجل استحواذ على موارد. وبالتالي الاتفاقية النهاردة ليها جدوى، ليست فقط جدوى اقتصادية من خلال استخدام الموارد المتاحة، لكن من خلال ترتيب استخدام هذه الموارد وإعطاء الدولة أو الدول الحق الشرعي والعادل والحكيم في استغلال هذه الموارد دون وضع قيود إضافية أو وضع تكاليف إضافية، قد تكون تكاليف عسكرية أو قد تكون تكاليف دبلوماسية، أو قد تمتد مش بس تكاليف عسكرية، قد تمتد لحظر تجاري أو عدم تعاون تجاري بما يؤثر على علاقات اقتصادية بين الدول. ما مدى المساهمة في تعزيز المنتدى، منتدى الغاز، منتدى غاز شرق المتوسط اللي مقره هنا في القاهرة؟ ما مدى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؟ وما هي النظرة المستقبلية لتحويل هذا المنتدى من يعني من كونه منتدى إلى منظمة دولية؟ صحيح، لا هو ما اعتقد ان هو يتحول الى منظمه، لكن هو منتدى، لان المنظمات بتاخذ ابعاد اكبر وعدد اكبر من الدول، لكن هذا المنتدى على المستوى الاقليمي في قطاع حساس وهو قطاع الطاقه في منطقه حساسه وهو منطقه ملتهبه، هي لها اهميه كبرى. ويمكن احنا بنثمن الجهد اللي كان بذله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه توليه السلطه، وكان بدايات الخطوات الاستراتيجيه والمبادرات الاستراتيجيه المصريه اللي كلنا تعجبنا ليها في ظل خروج من الثوره ومحاوله اولويه، يمكن البعض قال ان في اولويه للوضع الداخلي، لكن كان هناك تحرك على المستويين الداخلي وفي الخارجي، وفي الخارج كانت الاولويه لتجمع او تجميع هذه الدول حول المورد الرئيسي في منطقه البحر المتوسط وفي منطقه منتهبه. وبالتالي هذا المنتدى اللي بقاله سنوات الحقيقه بدا يكبر وبدا ياخذ اهميه، ومش بس كده، لو حضرتك تلاحظي كان في النهارده استدامه في المبادرات وفي التعاون وفي اللقاءات وفي المشاورات، لكن كثير من لان كثير من المنتديات او المبادرات او التجمعات الاقليميه قد تفشل بعد فتره من الزمان، وبالذات اذا كانت بتتجمع حول مورد معين او مورد له حساسيه استراتيجيه. فهذا المنتدى هي اثبت نجاحه واثبتت القياده السياسيه حكمتها من خلال رابط التعاون الدولي في منطقه البحر المتوسط حول مصادر الطاقه الموجوده. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. قدمنا لكم مشاهدينا الكرام اذا تغطيه خاصه حول توقيع مصر لاتفاقيه تعيين المنطقه الاقتصاديه الخالصه والحدود البحريه ما بين مصر وبين اليونان، على راس الساعه نشره اخباريه موجزه. الى اللقاء.